السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نشتغل عملي على تجربة الهاف ادر والفول ادر. احنا طبعا كان في مقطع تاني نظري اتكلمنا فيه شكل التروس تيبل بتاع الهاف ادر شكله عامل ازاي، وشكل التروس تيبل بتاع الفول ادر عامل ازاي، وشكل المعادلات بتاعتها ايه. الهاف ادر لو احنا عايزين نبنيها بشكل بسيط، فقلنا اللي احنا هيبقى بالنسبة لي الدخل بتاعي اللي هو الاي والبي، والخارج بتاعي الصام والكاري اللي هو الاس والسي. عشان نجيب الصم بنعمل اكس اور ما بين الاثنين انبوت، وعشان نجيب الكاري بنعمل اندنج ما بين الاثنين انبوت. بالنسبه لنا الفول ادر، بدل ما كنت بيبقى بحاول اجمع قنتين او بجمع اتنين بيتس، في الفول ادر بيبقى عندي 3 بيتس اللي هم مسميهم اي وبي وسي، او انا كنت مسميها في الفيديو النظري سي انبوت، والخارج بتاع الصم والكاري اللي هو السي اوت. انا السيركت بتاعه الفول ادر ممكن نبنيها باكتر من طريقه. لو انتوا فاكرين في الجزء النظري عملنا اكس اورنج ما بين الثلاثه انبوت عشان نحسب الصم، وعشان نحسب الكاري بدأنا نعمل اندنج ما بين كل اتنين انبوت، تمام، وبعد كده جمعناه. في طريقة تانية ممكن نبني الفول ادر عن طريق اللي احنا بنبني الهاف ادر. بالنسبة لنا الفول ادر فعليا هي عبارة عن اتنين هاف ادر ومعاهم اور جيت، تمام. بالنسبة لي تساوي واحد دي عبارة عن اكس اور اند اللي هي اند جيت، يعني اكبر من او يساوي الواحد ديت اور جيت. ليه هو مستخدم الرموز الغريبة ديت؟ لأن الرموز دي هي اللي كانت موجودة عندنا على الكيت اللي موجود في المعمل، تمام. الكيت اللي موجود عندنا في المعمل بيستخدم الرموز اللي موجودة عندنا دي. في رمز تاني برضو بيبقى موجود عندنا، لو موجود عندي واحد بدون يساوي واحد ديت، وبيبقى موجود عندي انبوت واحد في الوقت دي، بتبقى انفرتر او نوت جيت. يبقى بالنسبة للفرق الاساسي ما بين نوت جيت وما بين الاكس اور على شكل السيمبل، اللي بالنسبة للاكس اور بيبقى مكتوب عليها يساوي واحد وليها طرفين، بالنسبة للإنفرتر بيبقى ليها طرف واحد وبيبقى مكتوب عليها واحد بس بدون علامة اليساوي، ودي الأند ودي الأور، تمام. طيب أنا قدامي دايرة هاف أدر وقدامي دايرة فول أدر، نقدر نعمل أي واحدة فيهم. أنا طبعا لو نفذت الفول أدر فكده بقى أنا شملت الإيه، شملت الهاف أدر. فممكن نحاول نجرب ننفذ الفول أدر ديت ونتأكد من التروث تيبل، ونتأكد الأوت بيطلع معانا سليم ومفيش فيه مشاكل. نرجع للسيركت بتاعتنا. انا بالنسبه لي دي كان فيها انفرتر، ودي كان عندي فيها الاكس اور. احنا كنا محتاجين ايه؟ كنا محتاجين الاكس اور، ومحتاجين الاند، ومحتاجين الاور. يبقى انا مش محتاج انفرتر، محتاج اند، اند اهي، ومحتاجين اور. بس طبعا كده انا ممكن احتاج اشفت الكلام ده كله لفوق، او استخدم بورد اكبر ولا حاجة عشان يبقى عندي مساحة. هنشوف هيبقى في مكان نحط اي سي كمان ولا لا. احنا عايزين ايه كمان؟ عايزين اور، نكتب كواد اور جيت، كواد اور جيت. ممكن نحاول نتاخر المقاومة كده شوية، او يعني ممكن ننقل دول بقى شوية لقدام كده. احتاج اغير كل التوصيلات، نفصل التوصيلات بتاعتنا دي عشان ما تلبخناش وننسى حاجة منها. انا طبعا بالنسبة للفول ادر محتاجة 3 انبوت، فهسيب التلاتة دول واصلين، وهنشيل الوصلات التانية دي، وبعد كده نشوف بقى هنوصل الدنيا ازاي. طيب نشيل دي، نحط الاي سي التالت. طبعا هو في بريد بورد حجمها اكبر يعني، بس هو يعني كسل، بدل ما لسه هنجيب واحدة تانية ونحط عليها، فانا اشتغلت على دي. بس ممكن في الواجبات انتوا تشتغلوا على البورد الاكبر، وزي ما قلت لكم ممكن بعد كده كمان يبقى ندخل نطلع الخارج على 7 سيجمنت، فممكن يبقى الوضع احسن يعني. يعني وهنحتاج في الوقت ده اكيد بورد اكبر، يعني لو انا طبعا عاوز اوصل 7 سيجمنت اكيد الدنيا هتكون اكبر من كده. طيب عايزين نبدأ بقى نوصل الباور. ادي طرف الباور، وادي طرف
فين الجراوند؟ ودي طرف الجراوند، انا اوصل الباور والجراوند للدوائر بتاعتي يعني. طب السلك ده مايل، هي 3 ايسيات اوصل لهم الباور والجراوند، دي اول حاجة عشان ما ننساش. وهنا برضو الباور والجراوند، طبعا المقاومة دي انا عاوز نشيلها بقى هي من هنا خالص. شوف هنظبطها ازاي، موضوع المقاومة والليد دول ممكن نخليهم بره كده. طيب انا كده وصلت الايه، الباور والجراوند للتلاتة اي سي اللي موجودين عندي. عايزين بقى نبدأ نوصل الانبوتس اللي موجودة عندنا بتاعة السيركت. اول حاجة ممكن نبدأ بدي مثلا، انا عندي الاي والبي، هدخل الاي والبي على اكس اور تمام، وبعد كده ادخل نفس الاتنين على اند. يبقى انا عندي اول طرفين هدخلهم على اكس اور وبعد كده ادخلهم على اند. طيب ده كان بالنسبة لنا الاي سي بتاع الاكس اور، هدخله الانبوت 1 و2. كده السلك طالع مايل، نمسحه ونعمله تاني. وده الانبوت التاني، معلش. طيب انا كده وصلت الانبوت الاول والانبوت التاني، وبعد كده هناخد الاوتبوت بتاعنا تمام. ده الاوتبوت اللي هو بتاع دايرة الفول ادر الصغيرة اللي موجودة عندنا. انا عملت اكس اور وليها اوتبوت، وبعد كده عايزين ندخلهم برضو نفس الاتنين انبوت دول على الاند جيت. طب فين الاند اي سي اللي بعد كده عندنا بتاع الاند؟ يبقى برضو نفس الانبوت ده هيبقى واصل على الانبوت الاولاني، ونفس الانبوت التاني دوت هيبقى واصل على الطرف التاني. يبقى ده الانبوت وده الانبوت التاني، وده هيبقى بالنسبة لي الاوتبوت. طيب كده انا خلصت السيركت الاولانيه، يبقى المفروض ده الاوت بتاع الاكس اور، والاوت اللي هنا ده الاوت بتاع الاند جيت. طيب هعمل بيهم ايه بقى؟ الاوت بتاع الاكس اور دوت تمام هيبقى داخل مع الطرف الثالث اللي هو السي دوت تمام، داخلين على الاكس اور وداخلين على الاند جيت برضو، على اكس اور تانية واند جيت تانية. يبقى الطرف الثالث هيبقى داخل مع الاوت بتاع الاكس اور على الاثنين دول بعد كده. يبقى انهي من الاوت بتاع الاكس اور؟ فين الاوت بتاع الاكس اور؟ طيب الاوت بتاع الاكس اور ده هاخده فين؟ هاخده دخله على اكس اور تانية، دي الاكس اور اللي بعدها، يبقى هاخده اوصله على الاكس اور اللي بعدها. وهاخده اوصله على ايه تاني؟ طبعا المشكلة ما عادش فيه اماكن نوصل منها، فممكن نعمل نقطة تانية يعني. لا انا كده وصلت غلط، ده طرف الاوبوت هخليه هو انبوت للاكس اور اللي بعدها. طيب كده انا وصلت الطرف بتاع الاوبوت، الاوبوت ده وصلته مع الاكس اور تمام، اهو الطرف اللي وصل مع الاكس اور. عايز اوصل معاه بقى الطرف سي، طرف سي اللي هو الطرف الثالث، الطرف الثالث اهو تمام. عايزين نوصله هنا عند النقطة دي. خليه بميل كده مثلا. انا طبعا لو عندي بورد اكبر كان هيبقى الموضوع شكله ايه، شكله احسن. طيب وبعد كده هناخد الخارج بتاعها نوديه فين؟ الخارج بتاعنا اللي هو خارج من الاكس اور ده بالنسبة لي الصم. يبقى ده بالنسبة لي الطرف اللي طالع من هنا دوت، ده هو الصم. وممكن نوصل هنا
طبعا المفروض في الحالة دي هيبقى عندي 2 ليد بقى، لان ليد منهم هتعرض لي الصامو وليد تانية للكاري يعني. فهنشوف يعني لو لقينا مكان نوصل التانية كده او نلاقي لها مكان ممكن نوصلها فيه. انا حد كده انا ظبطت الجزء بتاع ايه بتاع الصامو، عايزين نعمل نفس الكلام ده بقى مع الكاري. طيب انا كده خدت الخارج بتاعي من هنا بتاع الاكس اور، وبعد كده دخلناه مع السي وجبنا مع، وطبعا دخلناه على الاكس اور وحسبنا الصام اللي موجود عندنا. طب عشان نجيب الاند اللي موجودة عندنا ديت او نجيب الخارج بقى بتاع الكاري بتاعنا، برضو انا خدت الصام بتاعي دوت ومفروض هدخله اندنج مع السي اللي هو الطرف الثالث، وبعد كده هعمل له اورنج مع السي الاخيره اللي موجوده عندنا ديت. يبقى انا عايز اخد برضو نفس الطرف ده بس هدخله على اند مع السي. طيب دي بالنسبه للاند جيت، عايزين نوصل عليها داخل عليها هنا الطرف الثالث دوت. تمام فين الطرف الثالث؟ انا وصلت الطرف الثالث هنا على الاكس اور، عايزين نوصل نفس الطرف الثالث ده هنا. احنا الطرف ده الطرف الثاني الاول والثاني كنا مدخلينهم برضو على اند كده، محتاجين نستخدم اند تاني يعني. يعني الاند الاولانية دي انا كنت استخدمتها وطلعنا منها اوت، انا محتاج استخدم اند تانية. طيب الاند التانية ديت زي ما قلنا هناخد خارج الاكس اور مع الطرف التالت. يبقى الاند التانية دي بادئة من اول هنا، عايزين خارج الاكس اور، خارج الاكس اور الاولانية دخلته كانبوت، والطرف التاني اللي هو هيبقى الطرف التالت ده ممكن من نفس النقطة ديت هنوصل منها طرف هنا. يبقى انا كده الطرف التالت واصل وخدت الخارج بتاع الاكس اور. تمام والاتنين دول داخلين على الاند جيت، المفروض اخد خارج الاند جيت ده اعمل له اورنج مع قيمة الكاري بتاعت الفول ادر اللي كانت موجودة عندنا. فين خارج الاند جيت؟ خارج الاند جيت اهو، ده هاخده وادخله هنا كانبوت، والمفروض الانبوت التاني اللي هو اللي كان عندنا اللي هو كان خارج من عملية الاندنج الاولانية دي. بالنسبة لي كانت الاند الاولى ودي الاند التانية. فين الاند الاولى؟ الاند الاولى الخارج بتاعها هنا، هاخد الطرف ده وادخله هنا، ده الطرف التاني. وبعد كده بقى بالنسبة لي ده الاوبوت النهائي. تمام المفروض برضو ادخله على ليد تانية وادخله على مقاومة تانية. تمام ممكن ناخد منه طرف يعني كده، احتاج بقى نجيب ليد الاول. ممكن نمسحه بس كده الأول. أجيب ليد تانية وأجيب مقاومة تانية. مقاومة 1 كيلو اوم، نوصل ده مع ده، والطرف دوت بالنسبة لنا هو اللي واصل بالجراوند، والطرف ده هيبقى واصل مع الخارج اللي كان موجود عندنا. بالنسبة لنا ده الاوبوت،
مفروض كده ان شاء الله للتوصيل سليم يعني. طبعا لو انا كنت عايز شكل التوصيل يبقى احسن من كده كنا طبعا ممكن نعملها على بريد بورد كبيرة، كان هيبقى شكل الموضوع افضل يعني. وهنجرب ونشوف يعني اذا كان التوصيل سليم ولا كان فيه مشكلة. طبعا ننزل السويتشات الاول، محتاج نعمل ران عشان نشغلهم. انا طبعا الاول مدخل التلاتة بصفار فمديني صفر وصفر، لو دخلنا واحد منهم بواحد هتلاقي الصام نور والكاري كان عندنا بصفر، لو دخلنا واحدين هتلاقي ده هي اللي بصفر ودي هي اللي بواحد، بالنسبة لنا الصام بيبقى بصفر والكاري بواحد. لو دخلت تلات وحايد فهتديني واحد وواحد، يبقى كده التوصيل بتاعنا ان شاء الله سليم ومفيش فيه اي مشاكل، وكده انا وصلت السيركت بتاعت الفول ادر. طبعا لو انا كنت عايز احسن في الموضوع ده شوية كنا ممكن زي ما قلنا بعد كده ان شاء الله اما ناخد السيركت بتاعت السيفن سيجمنت، ممكن بدل ما يبقى عندي الليدتين هما اللي بينوروا، لا اعرض الرقم بتاعي او اعرض الناتج بتاعي على السيفن سيجمنت. وطبعا لو كان متاح في التينكر كاد اللي انا ادخل الدخل عن طريق كيباد، فكنت ممكن برضو الانبوت بتاعي دوت كنت ادخله عن طريق كيباد والخارج بتاعنا يطلع على السيفن سيجمنت. هنشوف ان شاء الله الحاجات دي في اللقاءات القادمة، وهنكتفي ان شاء الله بكده في الفيديو دوت. شكرا لكم.